أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من يموت في حادث سيارة يعد من الشهداء قياساً على من مات بالهدم؟ نعم، هو من مات بحادث مفاجئ كالغرق والحريق والهدم وحوادث السيارات وهو من المسلمين ومن المؤمنين، فإن له أجر الشهيد إن شاء الله. نعم. ويقول السائل أيضاً: هل رجال الأمن الذين قتلتهم الفئة الضالة الشهداء؟ إن شاء الله، لأنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله أو شهيد، ومن قتل دون أهله أو شهيد. فهؤلاء يدافعون عن حرمات المسلمين ويردون الصائل عن المسلمين، فهم شهداء إذا صلحت نياتهم، إذا صلحت نياتهم فنرجو لهم الشهادة بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يدافعون عن حرمات المسلمين. نعم.